السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس التالت، وهو مساحة المربع في الوحدة التالتة، وتالت درس في الهندسة. إيه هو مساحة المربع؟ إحنا عارفين مساحة، قانون مساحة المربع بيساوي طول الضلع في نفسه اللي إحنا عارفينه. طيب في قانون جديد ينفع أجيب منه مساحة المربع؟ لو عندي قطرين بتاع المربع، لو عندي القطر يا ولاد اقدر اجيب مساحة المربع بقانون هنعرفه دلوقتي. لازم بس نعرف الاول ايه هو مربع وايه خواصه. المربع هو شكل ايه يا ولاد؟ شكل رباعي. برافو. المربع هو شكل رباعي، اضلاعه كلها قد بعض يبقى متساوية في الطول. زواياه، زوايا المربع نوعها ايه؟ قائمة. قياس كل منها كام يا ولاد؟ 90 درجة. كل ده احنا خدناه وعارفينه. يبقى مربع هو شكل رباعي، اضلاعه متساويه في الطول، زوايا المربع نوعها قائمه، وقياس كل منهما كام يا اولاد؟ 90 درجه. احنا عارفين قانون اللي هو مساحه المربع بيساوي طول الضلع يا اولاد في نفسه. ده لو ايه مديني طول الضلع وعايز مساحه مين يا اولاد؟ وعايز مساحه مربع. طب لو طلب مني مساحه مربع ومش مديني طول الضلع، مديني قطر. طبعا احنا عارفين من خواص المربع ان القطران متساويان ومتعامدان. القطران مالهم يا ولاد؟ متساويان، يعني القطر ده قد القطر ده، القطر ده قد القطر ده. يعني لو اداني قطر واحد يبقى القطر التاني نفس ايه الرقم، لو قطر ب10 يبقى القطر التاني برضه ب10، لو القطر ده ب5 يبقى القطر التاني بكام يا ولاد؟ ب5. طيب يبقى لو عندي بقى ايه القطر وعايز طلب مني المساحه، ليها قانون. قانون بيساوي ايه؟ نص في طول القطر في طول القطر، هو نفس الرقم. طول القطر هو طول القطر، يبقى هضرب نص في طول القطر في طول القطر. صعبه كده يا ولاد؟ يبقى عرفنا مساحه مربع لقانونين. مساحه مربع بتساوي لو مديني طول الضلع اقول له طول الضلع في نفسه. طب لو مديني قطر اقول له نص في طول القطر في طول القطر. طيب تعال ناخد مثال ونعرف مع بعض ازاي نحل مساله مساحه مربع. جاي سؤال بيقول لي ايه؟ اول سؤال عندي بيقول لي مربع طول ضلعه مديني الضلع 5 سنتي، احسب مساحته. خلاص يبقى مديني طول الضلع، يبقى احل القانون الاولاني اللي هو بيقول يا اولاد مساحه مربع بتساوي طول الضلع في نفسه. طيب احوط بقى طول الضلع بكام يا اولاد؟ 5. 5 في 5 بكام يا اولاد؟ 25 سنتيمتر يا اولاد مربع، عشان دي مساحه. طيب ناخد المثال الثاني بيقول لي ايه؟ مربع طول قطره، المره دي مش مديني طول ضلعه، ده مديني طول ايه يا اولاد؟ قطره 10 سنتي. فرق بين طول الضلع وطول القطر 10 سنتي، احسب مساحته. انا عندي قانون يا ولاد بيقول لي ان مساحه مربع لما يديني طول قطره بيقول لي ايه؟ نص في طول القطر في طول القطر. يبقى نص في طول القطر اللي هو 10. طب طول القطر الثاني هو برده هو 10، لان القطران متساويان. يبقى نص في 10 في 10. نص في كام يا ولاد؟ نص في 10 في 10. يبقى نص في طول القطر في طول القطر، يبقى اقول نص في 10 في 10. احسبها ازاي؟ ركز معايا. هجيب نص واحده من الاثنين، هو كده كده اصلا رقم واحد. همسك نص اضربها في 10، معناها نص ال 10. نص ال 10 كام؟ سهله، 5. 5 في ال 10 الثالثه تقول لي كام يا اولاد؟ في ال 10 الثانيه تقول لي كام؟ 5 في 10 ب 50، ودي مساحه يبقى سنتيمتر يا اولاد مربع. بحسبها من غير اله ازاي؟ بجيب نص اي رقم من دول، يبقى نص في 10، نص ال 10 5، 5 في 10 ب 50. ناخد مثال ثاني. بيقول لي ايهما اكبر؟ مربع طول ضلعه 8 سنتي ولا مربع اخر طول ضلعه طول قطره 6 سنتي؟ هجيب مساحه ده وبعد كده هجيب مساحه ده. نجيب مساحه مربع طول ضلعه الاول. عندي مربع طول ضلعه مديني طول ضلعه، يبقى اشتغل بالقانون الاولاني اللي هو طول الضلع في نفسه. يلا يبقى اقول له مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. الاجابه هتقول ايه؟ برافو. يبقى اعوض على طول الضلع ب 8، في 8 يطلع ب 64 سنتيمتر مربع. كده جبت مساحه مين؟ المربع الاول. طيب اجيب مساحه المربع الثاني اللي هو بيساوي ايه؟ ده مديني طول القطر، يبقى اقول له القانون الثاني اللي هو نص في طول القطر في طول القطر. طيب نص في طول القطر اللي هو نص كام؟ نص في 6. في طول القطر ثاني اللي هو برده هو ال 6، يبقى نص في 6 في 6 يطلع بيساوي كام يا اولاد؟ انا مش عارف احلها، وركز معايا عشان بعد كده احلها، هسيبك انت تحلها. نص في 6 يبقى نص، اول حاجه نص في 6 يعني نص الستة الاولانيه 3، يبقى 3 في 6 الثانيه يطلع كام يا اولاد؟ 18 سنتيمتر مربع. كده مين المربع الاكبر، اللي هو المربع الاول ولا المربع الثاني؟
لا المربع الاولاني 64 والمربع التاني 18، يبقى المربع الاولاني هو الايه؟ الاكبر. الاكبر مساحه هو مربع مين يا اولاد؟ الاول. خش بالسؤال اللي جاي. اسئله مهمه جدا وبتيجي في الامتحانات ومشهوره جدا، وهي اسئله امتحانات اصلا. يقول لي ايه؟ اختر الاجابه الصحيحه مما بين قوسين. اول سؤال بيقول لي مساحه المربع الذي طول قطره 8 سنتي. سهله خلاص بقى، يبقى هكتب القانون، نص في طول القطر في طول القطر. طب مديني طول القطر، يبقى نص في 8 في 8. قبل امسك النص ال 8 كام؟ 4. 4 في 8 يطلع كام يا اولاد؟ 4 في 8 ب 32. طيب مربع طول قطره 10 سم، فعندنا مساحته بتساوي كام؟ مديني مربع طول قطره، عايز مساحته، يبقى هشتغل بالقانون الثاني اللي هو ايه؟ نص في طول القطر في طول القطر، لسه حلين مسألة زيها. طيب يبقى نص كام يا اولاد؟ في 10، والرقم الثاني كام؟ يبقى نص في 10 في 10، لان القطران متساويان. نص في 10 اول حاجه، نص في 10 يبقى نص ال 10، نص ال 10 كام يا اولاد؟ 5. 5 في ال 10 الثانيه يطلع كام يا اولاد؟ 50 سنتيمتر مربع. طيب مربع طول قطره 2 دي سي متر، ركز معايا في دي، 2 دي سي متر، تكون مساحته نقط سنتيمتر. ده عايز المساحه بالسنتيمتر، عايز يا اولاد المساحه بالسنتيمتر. يبقى هو اقول له مربع طول قطره 2 دي سي متر تكون مساحته كام يا اولاد؟ مش عارف، ركز معايا، لازم احول الدي سي متر ديت لسنتي عشان لما يطلع الناتج يطلع بالايه؟ بالسنتي. يبقى لازم تركز في التحويلات ولازم تركز في الوحدات، دي دي سي متر ودي سنتي، لازم احولها عشان تبقى الناتج يطلع سنتي زي ما هي، زي ما هو مكتوب قدامك. يبقى حول ديت الدي سي متر في كام يا اولاد؟ دي سي متر في 10 سنتي، يبقى اضرب 2 في كام يا اولاد؟ 2 في 10. 2 في 10 كام؟ ب 20. يبقى طول القطر كام يا اولاد؟ الجديد طول القطر 20. هضرب بقى القانون الثاني اللي هو بتاعنا اللي هو نص في طول القطر في طول القطر. نص في 20 في 20، ما ينفعش اضرب نص في 2 او نص في الجديد. نص في 20 في 20، اضرب اول رقمين، نص في 20 ب 10، 10 في 20 ب 200 سنتيمتر مربع. ركز في المساله ديت ومهمه جدا، ولازم تركز فيها من اهم المسائل اللي عندك اللي فيها افكار. فكرة لازم تركز فيها. طيب مديني مساحة مربع الذي، عايز مساحة مربع الذي طول ضلعه 5 سم. ده مديني طول الضلع، يبقى على طول في القانون الأولاني اللي هو بيقول إيه؟ طول الضلع في نفسه، مساحة مربع بتساوي طول الضلع في نفسه، 5 في 5 25 سنتيمتر مربع. برضه مديني مربع طول ضلعه 5 سم، بس المرة دي عايز مين؟ عايز محيطه، ومحيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، يبقى 5 في 4 يطلع بكام يا اولاد؟ ب 20. المربع الذي طول قطره 6 سم، تكون مساحة سطحه، يعني عايز مساحة المربع اللي مديني طول قطره 6 سم، ده مديني طول القطر، يبقى هستخدم ايه القانون؟ اللي هو نص في طول القطر في طول القطر. التكرار بيعلم ايه؟ التكرار بيعلم الشطار. التكرار بيعلم الشطار، يبقى اكتب النص، نص في طول القطر في طول القطر اللي هو نص في 6 في 6، نص في 6 الاولانيه، يبقى نص 6 الاولانيه 3، 3 في 6 بكام يا اولاد؟ ب 18 سنتيمتر مربع. كده خدنا المسائل واهم المسائل اللي بتيجي في الامتحانات. يا رب تكون فهمتوا الدرس، وان شاء الله نشوفكم في الدرس الرابع الحصه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.